يشتغل سوري. اي يشتغل. اي بحد يستاهل. ما اعرف اذا علي ولا على غيره اريده يشتغل يعني. لا مقاول ثاني ما اخذ استاذ. ها؟ مقاول ثاني ما اخذ الكهربائي. تسوي له قيادة راجعة. احنا نسوي استاذ بس قيادة راجعة. بقى الفورس بقى التبرير والاناره والسياده. يعني استاذ المفروض هسه احنا عاد نشتغل. مشكلة احنا طريق البديل للتفكير ليس يعني هذا الشارع هو انا راح بس ترى انت احنا سوينا هذا سوى هم هذا الدابع حتى ما احنا في ضغط قد الاطوال مال قياده راس الرمال؟ ليش ما تقدر بدون ما تغلق الطريق؟ مو قياده راس هناك اصلا هناك الصحه والسيارات شرفنا اليوم بزيارة السيد المحافظ إلى موقع جسر تموز، فإن شاء الله إحنا من يوم السبت راح نباشر نصب القادرات وأي بس مقتربات الجسر تابعة البلدية مو تابعة لنا إحنا، وأصلاً تأخير الجسر إحنا كلتها أكو إشكالات كان بين الجهة التصميمية وبين الدائر الدوائر مو أنا مسؤول عنها يعني عن التأخير، التأخير مو أنا مسؤول عنها أنا عنها الدوائر المعنية لحد الآن دائرة الماء ما شايلة العوارض مالها والعارضة الكهرباء أنا شلتها أمانة لحد الآن ما مستلم فلوسها. فاذا انا المنطقه الان اشتغل بها منطقه محصوره يعني منطقه ما عندي مجال بدي اشتغلها ماكو بس اثناء نصب القيدر راح ينقطع الطريق احتمال ما اعرف كم يوم يعني راح ينقطع الطريق على ما انصب القيدر لان ماكو مجال.